أطفال غزة أسماء في منشورات المفقودين، وتقرير يحصي ابتلاع ركام المباني المدمرة 10,000 فلسطيني. مقترح معدل لصفقة غزة، وقف لإطلاق النار خلال المحادثات، وإطلاق سراح جنود ورجال في المرحلة الثانية. تحديات داخلية وخارجية تنتظر الرئيس الإيراني الجديد، وخامنئي يدعو بازشكيان للسير على نهج رئيسي. في مؤتمر السودان في القاهرة، مصر ترفض التدخلات الخارجية، والاتحاد الإفريقي يدعو للضغط على الأطراف المتحاربة. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأ هذه الساعة من الملف الأسخن دائما من الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ارتفعت ضحايا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى قرابة 38,100 قتيل بحسب إحصائية جديدة لصحة غزة، أشارت أيضا إلى تجاوز عدد المصابين ل 87,700. في هذه الأثناء أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بأن أكثر من 10,000 فلسطيني ما زالوا في عداد المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في قطاع غزة إثر الهجمات الإسرائيلية المتكررة. وعنوان المرصد في تقريره أن آلاف الشهود على جريمة الإبادة الجماعية مدفونون تحت الأنقاض على حد قولي، ومضيفا بأن تلك الجثث بقيت تحت الأنقاض لتعذر انتشالها، لا سيما وأن إسرائيل تمنع الوصول إليهم وتمنع إدخال الوقود اللازم وسط غياب للمعدات وتكرار القصف على المناطق الموجودة فيها. قتلت غارة إسرائيلية غرب رفح 6 من أفراد الشرطة الفلسطينية. قبل ذلك قتل الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة الأخيرة 5 صحفيين فلسطينيين في القطاع باستهدافهم وسط عائلاتهم. وبمقتل هؤلاء الصحفيين 5 يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر إلى 159. كشفت رويترز تفاصيل الاقتراح المعدل حول وقف إطلاق النار في غزة، ونقلت عن مصادرها أن الاقتراح بشأن غزة يتضمن مفاوضات لإطلاق محتجزين بينهم جنود تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى. ونقلت رويترز عن مسؤول في حماس أن اتفاق الرهائن يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية، ومشيرة إلى أن الاقتراح المعدل بشأن غزة يتيح للوسطاء ضمان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت. وأضافت رويترز أن الاقتراح المعدل بشأن غزة يتيح للوسطاء ضمان دخول المساعدات أيضا، كما يتيح الاقتراح المعدل ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة خلال محادثات تنفيذ المرحلة الثانية.
ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن قطر انضمت إلى مصر والولايات المتحدة في ممارسة ضغوط على حركة حماس، وأن حماس أدركت أن الصدع بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتسع أكثر كما الضغط العسكري، وكل ذلك دفع حماس لتغيير موقفها من صفقة تبادل الأسرى وإعطاء موافقتها المبدئية على المقترح، ما أشاع التفاؤل في إسرائيل بشأن قرب الاتفاق. قال مصدران مطلعان لرويترز إن حماس أبلغت حزب الله موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، والأخير رحب بهذه الخطوة. وأكد مسؤول في حزب الله لرويترز أن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مرتبط بوقف النار في غزة، في سياق متصل بحث وفد إسرائيلي في مصر يوم الخميس بحث تفاصيل الاتفاق المحتمل وفق مصادر مصرية تحدثت لرويترز. من القاهرة، رئيس وحدة الدراسات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد قنديل. دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بشار جرار. أستاذ بشار، أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ دكتور أحمد قنديل من القاهرة. دكتور أحمد، في ضغوط سياسية، مفروض أنه كما أزعنا نقلت رويترز أن مصر انضمت لقطر ومعها دول أخرى في الضغوط على حماس، ولكن كلمة ضغوط هنا ربما تحتاج تفسيرات بشكل أو بآخر، لأنه الوسيط لا يحق له أن يضغط، يعني باعتبار قطر ومصر وسطاء فلا يحق لهم الضغط على حماس في هذا التوقيت، وبالتالي هذه نقطة تستوجب توضيحا في سبل الضغط التي قصدت رويترز نشرها في هذا التوقيت. مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك وعلى المشاهدين الكرام. بدون شك منذ انتهاء الهدنة الأولى التي جرت في نوفمبر الماضي وحتى يومنا هذا، الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة تحاول التوصل إلى صفقة أخرى تسمح بإنهاء المأساة الإنسانية الحالية في غزة، وتسمح بإدخال مساعدات ووقف دائم لإطلاق النار واستعادة الهدوء والاستقرار قبل انفجار المنطقة، خاصة بعدما جرى في البحر الأحمر وفي جنوب لبنان وما إلى ذلك. هنا كلمة الضغوط التي حضرتك ذكرتها هي محاولة لإقناع الطرفين حماس وإسرائيل بخطورة استمرار الأوضاع الحالية والتداعيات السلبية على الأمن والاستقرار وعلى مصالح هذين الطرفين. الضغوط بمعنى يعني كشف الأبعاد الأكبر للمسألة وتداعياتها على مصالح الجميع، الكل خاسر. يعني ضغوط قطر يا دكتور أحمد، ضغوط قطر، ضغوط قطر على حماس كما أعلنت أنه هدد، هكذا أعلن، هدد بطرد حماس من الدوحة المقر والمكاتب، وكان هناك بحث على دول أخرى تستضيف حماس، وربما ناقشنا في فترات سابقة أنه أشيع أنها ستذهب إلى العراق، ثم نفى العراقيون هذا الخبر بشكل أو بآخر، وبالتالي ضغط قطر على حماس أنه حماس ما لا تكون موجودة في الدوحة. ولكن حينما تحدث عن ضغط أمريكا أو عن ضغط مصري أو عن ضغوط أخرى، علينا أيضا أن نوضح من أي مجال يمكن الضغط في هذه النقطة. يعني زي ما حضرتك عارف، مصر دائما وطوال تاريخ القضية الفلسطينية هي لاعب رئيسي في المفاوضات مع الإسرائيليين، خاصة وأن هناك معاهدة سلام تربط البلدين وهناك اتفاقات أمنية وهناك تواصل مباشر مع قطاع غزة، وهو ما يجعل مصر الطرف الأكثر تأثيرا على حماس فيما يتعلق بأي مفاوضات أو صفقة مستقبلية. وبالتالي إمكانية
التلويح بتوقف الدور المصري عن ممارسة هذه الوساطة في حد ذاته عامل ضغط شديد على حماس، لأنهم يدركون أن مصر أحد أهم الأطراف المؤثرة على أي اتفاق، سواء في التوصل إلى هذا الاتفاق أو في تنفيذ هذا الاتفاق في مرحلة لاحقة أو في إعطاء ضمانات للتنفيذ. وفي نفس الوقت مصر هي التي تقدم أكثر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة في الفترة الأخيرة قبل غلق المعبر، ومصر أيضا لديها تعاون أو تبادل معلوماتي مع كل الأطراف المؤثرة في الموضوع، وبالتالي تخلي أو قطع العلاقات ما بين مصر وحماس في حد ذاته هو ورقة ضغط شديدة للغاية. طيب أستاذ بشار جرر من واشنطن، هنا السؤال، أمريكا حينما تمارس ضغط على عدد كبير من الدول في سبيل الوصول إلى حل بشكل أو بآخر، ولكن هل الأجواء الأمريكية الداخلية تسمح لأنه ممكن أمريكا تمارس ضغطا من ناحية أخرى بقى على إسرائيل هذه المرة؟ يعني هل الوضع الذي فيه الرئيس الأمريكي يسمح بأي شيء في هذا الإطار؟ وللأسف لا يسمح. وأعتقد أن السباق الانتخابي الآن، حتى عندما ذكر الخبر قيل بأن بايدن سيلتقي نتنياهو في آخر الشهر الحالي، لماذا؟ لأنه نتنياهو آت إلى كونغرس لينعقد بمجلسيه ليستمع له، وهذا الخطاب الذي سيدلي به الكل يتوجس خيفة من أن يشير ولو ضمنا نتنياهو أو يصرح قبل اللقاء وبعده أن الرئيس بايدن لم يبدو على ما يرام، بمعنى التشكيك بقدراته وبصحته. هذا ملف قائم بذاته، ناهيك عن قضية القدرة على الضغط. وأنا أحييك أخي محمود التقاطتك لمصطلح الضغط على الوسطاء. بالفعل الوسيط النزيه يجب أن يكون محايدا، دوره يكون تفاسيليتيت، بمعنى يسهل أن تجري هذه المفاوضات بأجواء إيجابية تؤدي إلى اختراقات. ولكن الذي يمسك بزمام الأمور هو الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر ببعض جوانب هذه الصفقة المرتقبة، بمعنى أنه يضغط على الدوحة، لأن الدوحة هذا هو دورها مع كل الاحترام طبعا، بأنها رعت المفاوضات مع الأطراف التي تعتبرها واشنطن بالإدارتين الحالية والسابقة، الجمهورية والديمقراطية، بأنها تنظيمات أو نظم خارج عن السيطرة وتعتبر مارقة، بمعنى هكذا فاوضت إيران، هكذا فاوضت طالبان، وهكذا تفاوض حماس. الذي قيل بأن التهديد بلغ حد الطرد من دوحة، هذا تهديد حقيقي، لا بل ذهبت بعض التقارير أن تطالب بإلقاء القبض على هنية في الدوحة، وطبعا هذا أمر يراد به الإثارة العالمية. ولكن بالمقابل لمصر، مصر الأمر مختلف، لأنها تتعامل مع قضية في صميم الأمن الوطني المصري. أنت تتحدث عن سيناء، أنت تتحدث عن تنظيم كانت له أفعال وممارسات مشينة، ولا أقول مريبة، مشينة، إبان الظروف التي مرت بها مصر في انتقال باسم الديمقراطية وما سمي بالربيع العربي. فهناك ملفات كثيرة بالنسبة لمصر، الخط الأحمر رسم مصريا وأردنيا بمنع أي محاولة للتهجير، وبالتالي هناك ليس ضغوط على حماس وإسرائيل فقط، هناك بعض الأصوات في واشنطن للأسف تضغط على الأطراف العربية ومنها مصر حتى تأتي الأمور بانفراجة قبل الاستحقاق الانتخابي، على أمل أن يستمر في السباق. دكتور أحمد قنديل، خلينا يعني كمحلل من الخارج من بعيد، أريدك أن تنظر إلى المسألة بهذا الشكل. يعني ماذا لو أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار؟ يعني ما الذي يمكن أن تربحه حماس؟ يعني دمر القطاع كاملا، 38,000 ضحية، 10 ملايين تحت 10,000 تحت الألقاض. بالتالي هذا الرقم يعني كان ممكن يكون الدخول في صفقة موافقة حماس لوقف إطلاق النار قبل أن يحدث الذي حدث. وبالتالي ما فائدة، ما الذي يمكن أن يجنيه الفلسطينيون إن دخلوا في صفقة وافقوا على وقف إطلاق النار؟ بعد ماذا؟ يعني ما الذي بقي ليقتل أو يدمر في قطاع غزة فنخاف عليه فندخل في صفقة من الآن؟ ألا يمكن أن ينظر إليها سياسيا من هذه الزاوية؟
أستاذ محمود، يعني الحرب هي استكمال للسياسة بطرق أخرى. حماس والجانب الفلسطيني لم يجد نفسه في هذا الموقف إلا بعد سنوات طويلة من المماطلة والتسويف وعدم إمكانية تطبيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. وبالتالي ما يعني في المدى القصير على الأقل ما سوف تستفيد منه حماس والجانب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء ووقف نزيف الشهداء وتنامي أعداد الشهداء والإصابات؟ ولكن الآن هناك شرعية أكبر للقضية الفلسطينية، هناك تفاهم أكبر من جانب الدول الكبرى والرأي العام العالمي في كثير من الدول، هناك إدانة دولية واسعة للممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بالطبع يعني مكسب كبير رغم كل الخسائر البشرية والمادية اللي حضرتك ذكرتها. الآن هو يعني أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لحماس لإعادة النظر في موقفها المبدئي الذي انطلقت منه بعدما وصلت إليه الأمور إلى هذه النقطة من الخسائر الضخمة جدا وأيضا من الانتصارات. حماس لن تستطيع الاستمرار في المواجهة العسكرية وفي إلى ما لا نهاية. الحنكة السياسية والمهارة السياسية لزعماء حماس أن يتوقفوا عندما يعني عندما تحين هذه اللحظة بالتشاور مع مصر وباقي الدول العربية ذات العلاقة. حماس لن تستطيع الاستمرار بمفردها، عليها التشاور مع الجانب العربي والتنسيق معه من أجل والجانب العربي. دكتور أحمد، إن لم يكن هناك شق سياسي فالقضية خاسرة، بمعنى إن لم يكن في هذه الصفقة بالضبط انتقال مما هو إنساني إلى تبادل أسرى، وقف إطلاق النار، والدخول في مناقشات سياسية تفضي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة، البند الأخير إن لم يتحقق فالبنود الأولى كلها مع كامل تقديرنا لأهميتها لن تكون مجزية. يعني إن لم يتحقق دولة فلسطينية قابلة للحياة بعد هذا الثمن الكبير الذي دفعه الفلسطينيون فسنكون أمام قضية خاسرة لكل الفلسطينيين. يعني هذه النقطة كيف تدار؟ بالضبط يا أستاذ محمود، يعني هي انظر إلى ماذا فعلت مصر بعد شن حرب 6 أكتوبر. الرئيس السادات رحمه الله علم أن التسوية سياسية وليست عسكرية، هناك حد يجب أن ننتقل فيه إلى مائدة المفاوضات للنظر في الترتيبات المستقبلية. بدون شك الأوضاع الميدانية سوف تؤثر بشكل كبير على رسم أي مسار مستقبلي، وربما هذا ما يحاول كل طرف من حماس وإسرائيل الضغط على الطرف الآخر للحصول على أكبر تنازلات ممكنة عندما يجلس الأطراف على مائدة التفاوض. أستاذ بشار، إن أنجز وقف إطلاق النار وإن أنجز المقترح الأمريكي وفعلا حل القضية جزئيا في غزة، يجني ثمار هذا الحل الرئيس الأمريكي بايدن؟ يعني ممكن تكون ورقة رابحة له في إدارته لمرحلة انتخابات قادمة؟ هو الإعلام هذا دوره، سيقوم بما يسمى they will spin it، يعني بمعنى سيظهر الأمر وكأنه اختراق عظيم حققته الدبلوماسية الأمريكية بقيادة رئيس المخضرم في قضايا الشرق الأوسط. ولكن من ناحية العملية لا، لأن الكل يعلم يفضح هذا الجانب الإعلام الأمريكي الأوروبي الإسرائيلي تحديدا، لأنه يقول بأنه لا يوجد أي تعهد بوقف إطلاق النار بمعنى انتهاء الحرب قبل القضاء على حماس. التلاعب بالألفاظ، هل القضاء بمعنى القدرات العسكرية لما تبقى من كتائب حماس في رفح، عندما يقال بأننا يعني قربنا من إنهاء عملية رفح والإعلام بأنها قد تمت المهمة هناك، فهذا يعني أنه عمليا أنت تقول فقط الاعتراف في الهزيمة، لأنه لا يوجد مستقبل سياسي لحماس في غزة. وحتى التصريحات التي تطلقها بين فترة وأخرى حول إدارة عربية أو دولية للقطاع، أيضا هذه من بإطار الحرب التصريحات لا أكثر ولا أقل. فعمليا هو كأنه يضع إما الاعتراف بأن حرب أكتوبر 7 أكتوبر كانت منذ بدايتها خطأ استراتيجي وأدى إلى هزيمة كارثية على النواحي كلها، أو
تكون هي بذور لحرب متجددة، ولكن هذه المرة ليست في الجنوب، تكون بالشمال مع حزب الله. والخبر الذي أذعتموه بأن حماس أبلغت حزب الله بأنها وافقت على إطلاق النار، يتصرفون كتنظيمات، ما زالوا يتصرفون كتنظيمات وليس دول ذات سيادة. لذلك الأفق محكوم بالفشل طالما ظل القرار الوطني الفلسطيني واللبناني رهينة هذه التنظيمات. لكن في ممكن أن يستغل بشكل عكسي، يعني الرافضون بشكل أو بآخر ربما يستغلوا هذه المسألة ضد بايدن، يعني لأنه أول كلمة في لو تذكر في المناظرة كان يقول وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وهو ما لم يحققه في 9 أشهر الماضية. إلى أي حد يمكن أن يستغله المنافسون ضد بايدن؟ أحسنت أخي محمود، وهذا ما جرى تماما، لأن الذاكرة ذاكرة البعض كما السمك تنسى بسبب الضجيج الإعلامي وبعض التغطيات التي تعتمد على الإثارة، ولكن هناك أرشيف، هناك تايم لاين، خط زمني يظهر كيف بدأت التصريحات من كل الأطراف، يعني كيف كان خطاب حماس، كيف كان خطاب نتنياهو، كيف كانت حتى خطاب المعارضة الإسرائيلية، الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك ليس فقط الإدارة، حتى أعضاء الكونغرس الذين كانوا يقولوا فينشت بمعنى انجز المهمة واتممها على أكمل وجه، هذه أصوات ليست فقط جمهورية وديمقراطية. نعم. ففي نهاية المطاف هناك من سيحاسب، ماذا حققت بعد 9 أشهر؟ هو فشل مركب للجميع، ولكن من الضحايا الحقيقيون؟ نعم. الضحايا الحقيقيون هم المدنيون الفلسطينيون والمدنيون الإسرائيليون وكافة القطاعات المعنية بتداعيات حرب غزة، من ضمنها الاقتصاد المصري، الاقتصاد في البحر الأحمر، السياحة في الأردن، في مصر، في فلسطين. يعني هذه كارثة مركبة، وأعتقد أنه سيكون هناك حساب انتخابي، علّه السنوار يقتضي بسوناك ويقول آسف وينسحب. أشكرك سوز بشار جرار من واشنطن، دكتور أحمد قنديل من القاهرة، شكرا جزيلا لكم. لجأ آلاف الفلسطينيين النازحين في شمال غزة إلى ما كان يعد سابقا أكبر ملعب لكرة القدم في القطاع، حيث تعيش العائلات هناك على القليل من الطعام والماء. ملعب اليرموك هذا اسمه، مدارجه ليست للجمهور وأرضه ساحة دون عشب. حرب غزة حولت شباكه لخيم، لكن ليست لمشجعين أو لاعبين، بل لنازحين يبحثون عن مأوى. قصصه تحولت من البطولات إلى روايات موت ومأساة مفقودين. نزحنا كذا مكان، في المدارس وفي المستشفيات وكل مكان نقعد فيه بنقصف، بخشوا اليهود عليه، وآخر مكان اللي هو الأسبوع اللي فات اللي هو حي الشجاعية الشعف. ملعب اليرموك أصبح المحطة الثالثة أو الرابعة للهاربين من معارك القطاع وقذائف إسرائيل التي تلاحقهم أينما نزحوا، ليلجأوا إلى هذا الملعب أملا بالنجاة. سايبين بيوتنا، وبيوتنا كلها انقصفت وكلها زي ما تقول انحرقت، واللي حوالينا نفس الكلام، وشايف كيف وسايبينها ونزحين. خيام النازحين الباحثة عن ظل احتمت بمدرج اللاعبين، وحولت الأمهات مقاعده لغرف مفقودة. فهذه أم بشار تحاول نفض غبار الحر ورمل البحر عن طفلها الصغير، وبينما ترغي الصابون على شعره يهتز مرتعشا من الماء البارد. نحو 70 عائلة فروا من حي الشجاعية إلى ملعب اليرموك بعد قصف متكرر منذ بدء الحرب. النازحون إلى ملعب اليرموك فقدوا كل شيء، ولم يعد لديهم مكان آخر للعيش فيه، ولم يبقى سوى خيمة ومدرج وأمل بوقف النار. هدي الربيعي، الحدث. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: خامنئي يدعو رئيس إيران الجديد للسير على نهج إبراهيم رئيسي.
من العالم وفي كل وقت. حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة. نحلل ونفصل أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلال افتتاح مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيف القاهرة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن أي عملية سياسية مستقبلية في السودان يجب أن تشمل الأطراف كافة دون أي إقصاء، ومشددا على أن حل الأزمة يستند إلى رؤية سودانية دون تدخلات خارجية. إن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية خالصة، وأي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء، وفي إطار من احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. إن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم ودون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية أيا كانت، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السوداني. من جانبها طالبت نائبة رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بالسودان خلال مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة، طالبت أطراف الصراع والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاقتتال وتغريب أو تقريب وجهات النظر بين السودانيين. هذا الاجتماع ينعقد من أجل ما يحدث من تصعيد في الصراع المستمر والحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام، والتي عمت العديد من المدن والمناطق. هذه الحرب لن تكون سبباً في تدمير السودان فقط، بل ستؤثر على الدول المجاورة والمنطقة ككل. هناك جهود حثيثة لإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الأزمة في السودان. نحن لا نرغب في أن تستشري الفرقة بين السودانيين. إن التوترات في السودان أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، بينهم العديد من النساء والأطفال. لذلك لا بد من وقف الحرب بشكل فوري. إلى ذلك، رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة نائلة حجار بعقد حوار سوداني سوداني شامل يهدف إلى وقف الحرب والتوصل إلى سلام شامل. إن الحوار السياسي السوداني الشامل سيكون العامل المميز والمؤثر في عملية صنع السلام في السودان. هذا الحوار الذي يرتكز إلى قبول الرأي الآخر ويهدف إلى ترسيخ البناء التوافقي وإجماع الشعب السوداني على إنهاء الحرب والاتجاه إلى بناء المؤسسات الديمقراطية. إن الأمم المتحدة ترحب بهذا التوجه، كما بجميع الجهود الرامية إلى إقامة حوار سوداني سوداني شامل.
أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان فدعا إلى وقف الحرب وتجنب استهداف المدنيين، كما طالب بتخصيص ملياري دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في هذا البلد. لا تبرير لاستمرار هذه الحرب، إن الشعب السوداني منهك، كل الأطراف تطالب بوقف النار وتجنب استهداف المدنيين، يجب أن يتم توفير كل سبل الأمن للعملية الإنسانية، إن الشعب السوداني يحق له الحصول على الحماية اللازمة، ندعو لتخصيص ملياري دولار لهذه الأزمة الإنسانية التي أدت إلى أزمة كارثية، يجب تجنب المجاعة والاقتتال، سنواصل العمل لنجاة السودان من الحرب. ونخش هذا الموضوع من القاهرة مع ضيفي القيادي في المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط الدكتور خليفة شلعبي هباني. دكتور خليفة أهلا بك. كثيرون يعولون على هذا المؤتمر أو يحملون هذا المؤتمر أكثر مما يحتمله هذا المؤتمر. أولا هو مؤتمر قوة مدنية بدون وجود طرفي الصراع، لا حد يمثل البرهان ولا هناك من يمثل حميدتي، وبالتالي كيف يمكن تصنيف دور هذا المؤتمر في إطار في هذا الإطار فقط؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأشكر الحكومة المصرية على استضافتها لهذا المؤتمر. لقد ظلت الخارجية المصرية فعلا للخارجية المصرية يعني يدير حوارات متواصلة مع كثير من النخب السودانية الموجودة في القاهرة منذ فترة يعني، وهو مهتم جدا بهذه الأزمة التي تدور في السودان. أما بالنسبة لسؤالك، أنا أفتكر إنه هذا المؤتمر يجيء في وقت نحن في أحوج الحاجة إليه، لأنه يعني كثر الجمود ما بين كل القيادات السياسية السودانية، أذاب جبل الجليد الذي كان يحول ما بين هذه اللقاءات. وأفتكر إنه مجرد إننا ندعو لحوار سوداني سوداني هذا في حده يعني إيجابي، هذا عمل إيجابي جدا، وعملية يعني أرجو أن تزيل الإدراكات الخاطئة ما بين يعني هو فيه قبول للثقة، يعني أرجو إنه يكون واحد من الأشياء التي يمكن أن تعدل في سلوكياتنا في قبول الآخر، وتذيل كل المتعلقات النفسية والفكرية والعقدية، وتخلينا نتجه بعمومياتنا وكلياتنا لوضع رؤى وتصورات جيدة للمخرج من الأزمة السودانية. طيب، يعني أولا هو سؤال، يعني سؤالي لم يكن كان فقط هو لأنه كثيرون قالوا واضح أنه بعد هذا المؤتمر سيقف القتال يعني أولا هذا هو المؤتمر كما أنت قلت أنه مهم جدا، ولكن في إطاره، يعني لا يعني من الخطأ أن يتم تحميل هذا المؤتمر ما لا يستطيع أن يتحمله. لكن أسألك هنا عن الحاضرين دكتور خليفة، يعني مالك عجار حضر، دكتور حمدوك شخصية مهمة وهو رئيس تقدم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية حاضر، جبريل إبراهيم العدل والمساواة حاضر، وآخرون أمثال حضرتك والقوى الأخرى المتواجدة في هذه المسألة. ما أجندة البيان الذي يمكن أن ننتظره بعد قليل في خلص إليه المجتمعون في القوى المدنية، وخلينا في القوى المدنية السياسية عشان نكون دقيقين في المسمى؟ يعني أنا لم أكن حاضرا لهذا المؤتمر، ولكن أبديت لك وجهة نظري حول إنه هذا اللقاء في حد ذاته كثر الجمود ما بين القوى السياسية السودانية والقوى المجتمعية، وإن كانت لي ملاحظات سأذكرها لك لاحقا في هذا اللقاء. ولكن أفتكر إنه قبول الآخر في حد ذاته هذه محمدة، ويجب أي آخر تقصد نذهب فيها، يعني أي آخر تقصد أي آخر؟ يعني لما نقول جبريل إبراهيم من العدل والمساواة حاضر مع حمدوك، وحمدوك حاضر مع ملك عقار، هل ملك عقار يكون آخر لحمدوك؟ أنا لا أريد أن أقلل، لا أريد أن أقلل من الذين جاءوا وحضروا هذا اللقاء بمختلف مسميات وبمختلف توجهاتهم الفكرية، ولكن أفتكر إنه هذا لقاء لوضع تصورات فقط وليس إلا، يعني ما أصلا ما المطلوب من هذا اللقاء إنه يحل الإشكال السوداني، ولا يستطيع ذلك، لأنه مسألة الحرب أكثر أصعب من ذلك. الظروف التي أدت إلى قيام الحرب هي التي تؤدي إلى إنهائها، هذه مسألة معروفة، إنه الحرب لا تنتهي إلا بانتفاء المسببات التي كانت سببا في الحرب.
ولكن أفتكر والمطلوب من هذا المؤتمر إنه ينتج لنا تصورات جيدة لمسارات جيدة نحو حلحلة أزمات السودان. طب إيه التصور اللي كنت تنتظره يا دكتور خليفة؟ نعم، إيه التصور اللي حضرتك تنتظره؟ يعني ما ذلك الاختراع السياسي الذي يمكن أن نصل إليه؟ أنا لم يتم تداركه، يعني كل النقاشات طرحت، يعني أنا أقصد أنه كل الحلول طرحت، لكن واضح نعم. أنه ليست هناك هذا التأثير في صراع طرفي الصراع المتقاتلين تحديدا يعني. نعم، المسألة الآن في السودان هي أكبر مما يتحمله أي مما تتحمله أي جهة يعني مدنية كانت أو غيرها، لأن الصراع أصبح صراع عنيف جدا في السودان وتأثرت به مجموعات كبيرة جدا. أنا الذي أمامك أمثل المجلس الأعلى للوسط، من أكثر الذين تأثروا لهذا الصراع ومن أكثر المناطق التي استبيحت من قبل قوات الدعم السريع، هجر أهلها وقتلوا، يعني يمكن مجزرة والدنورة مجزرة معروفة هي في مناطقنا وهم أهلنا، وغيرها من المجازر التي تمت في المنطقة يعني. ولذلك أنا لا أرى في هذا المؤتمر شيء جديد، ولكن أرحب بأنه وجود قوة سياسية سودانية اجتمعت لتنظر في قضايا السودان، هذا في حد ذاته مرحب به، ونحن طبعاً نرجو أنه تكون هنالك تصورات جيدة. أنا زي ما قلت لك للنظر فيما يدور الآن في الساحة السياسية، نحن يعني كن يجتمع مؤتمر على هذا بهذا الثقل، يحضره الاتحاد الإفريقي، يحضره ممثل عن الإيجاد، يحضره ممثل عن الجامعة العربية، عن الاتحاد الأوروبي، عن كل هذه القوى السياسية، هذا إنجاز. لكن يعني أن لا نشكك في قيمة المؤتمر، لكن نبحث معا مع المشاهد الكريم أنه لا يرفع سقف طموحاته، يعني لا يرفع سقف طموحاته بمعنى أنه هذا المؤتمر هيحل أزمة أنا أفتكر هنا. نعم، كما ذكرت لك يعني هذا المؤتمر لن يحل أزمة السودان في الوقت الحاضر، ولكن عليه أن يضع تصورات ولمسات يعني لوضع أو يضع مسارات واضحة لكيفية الوصول إلى حلحلة هذه الأزمة. هذه الأزمة أصبحت أزمة متجذرة جدا ولا يمكن أن تحل بين يوم وليلة في مؤتمر مثل هذا المؤتمر. وكما ذكرت لك نحن الآن في السودان نعاني معاناة كبيرة جدا خصوصا في منطقة الوسط، أصبحنا كل يوم يعني قتل ودمار وتشريد، ومعظم أهلنا الآن يموتون ما بين السنجة والدندير وما بين القرى ويترحلون، والمستشفيات لا توجد. هذه هي ملفات كثيرة جدا تحتاج من هؤلاء الإخوة الذين يجتمعون الآن تتم مناقشتها وبطريقة جدية. يعني أنا أفتكر إنه هنالك أولويات وهنالك ملفات، المطلوب الآن هو وقف الاعتداءات التي تتم على المدنيين، ومطلوب الآن هو وقف ما تمارسه قوات الدعم السريع من قتل ممنهج ومن قتل في مناطق كثيرة جدا. المجتمعون غير قادرين يا دكتور خليفة، الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر لن يستطيعوا أن يحققوا لك ما تريد. أنا هقول لحضرتك اللي بيتم ناقشه وعاوز رأيك. هم يناقشون ثلاث قضايا: القضية الأولى وقف الحرب، القضية الثانية كل الموضوع الإنساني مساعدات وغيره، القضية الثالثة موضوع السياسي الشق السياسي وهو سودان المستقبل، الرؤية السياسية لسودان المستقبل. ثلاث قضايا هم، ثلاث قضايا رأيك فيهم إيه؟ يعني ما رأيك في هذه القضايا المطروحة أيوة. للنقاش؟ يعني ما تلك القضية التي تشغل بالك أنت شخصيا؟ أنا القضية التي تشغل بالي الآن هي ما يدور الآن في الحرب، ما يدور الآن في العنصر الأول الذي ذكرته أنت، وقف الحرب. هذه الحرب خلقت أزمات كثيرة جدا، وهنالك كثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى نقاش، ولكن هنالك أولويات لا بد من مناقشتها الآن، خصوصا أن هنالك أطراف قريبة جدا من الدعم السريع. نحن نريد من هذه الأطراف الآن أن تنصح هذا الجهة التي تمثلها أو تتحدث. من من المجتمعين يا دكتور خليفة قريب من الدعم السريع؟ مين من المجتمعين في القاهرة في هذا المؤتمر المهم؟ هنالك حصلت تفاهمات كبيرة جدا ما بين تقدم وما بين الدعم السريع، ولذلك أنا أرى إنه من الأفضل مما إننا نحن نتحدث عن قضايا لا تهم الشعب السوداني ولا يهتم بها الشعب السوداني الآن، أن نتحدث عن القضايا الأساسية التي يحسها الشعب
أن نتحدث عن القتل الممنهج، أن نتحدث عن التهجير القسري، أن نتحدث عن القصف العشوائي للمستشفيات وللمناطق الآمنة، كل هذا هو في إطار الحرب. وأنا أفتكر أنه هنالك أن يعززوا أن يتفق الجميع على أن يذهب الجميع إلى اتفاقية جدة، لأنه فيها كانت خطوط واضحة ومسارات واضحة لحلحلة النزاع. طيب أنا سعيد، أنا وصلت معك، لا أنا سعيد أن أنا وصلت معك لنقاط مهمة. يعني أنا وصلت معك لأنه والله كما أنت تقول، مش أنا، أنه تقدم لها علاقة يعني بالدعم السريع. وإحنا شفنا أنه الدكتور حمدوك وهو يوقع اتفاقية تفاهم مع بينه وبين وما بين حميدتي، فاكر أنت هذه الشهادة. إذن هنا السؤال، كيف يمكن أن يمارس الدكتور حمدوك رئيس تقدم اللي هي تنسيقية القوى المدنية تأثيرا وضغطا على حميدتي مثلا؟ هذا سؤال مهم جدا في اعتقادك، هل ممكن يحصل؟ بمثل ما هم وقعوا معه اتفاق في يوم ما، وما هو هذا الاتفاق؟ هم الآن يمكن أن يحسوا هذه القوات على أن تخرج من المناطق الآمنة وأن تكف عن قتل الأبرياء وعن قتل المواطنين وعن تهجيرهم، وأن ترفع أيديها عن المناطق التي تصطادها ليلا ونهارا عبر القاذفات، قتل المدنيين في المستشفيات وغيرها. يعني طب ما هو مالك عقار محسوب أيضا على دكتور برهان، وهذا أنا أفتكر إذا أراد وإذا فعل ذلك دكتور خليفة، لو قلنا أنه حميدتي ممكن يكون قريب، لا أريد أن أقول محسوب، قريب من الدعم السريع أو لديه تواصلات مع الدعم السريع حتى نكون دقيقين، فإن مالك عقار يعني محسوب على الفريق البرهان. هل يمكن حينما يلتقي مالك عقار مثلا مع حمدوك يحصل شيء، يحصل تأثير ما في مؤتمر بهذا الثقل وبهذه الأهمية؟ مؤكد أن حضور السيد مالك عقار، وهو رجل يحمي صفات كثيرة جدا، النائب الرئيس، نعم، وهو عضو لحركة مؤثرة جدا الآن في الساحة السياسية، وهو رجل فاعل جدا يعني، ويمكن يعني حتى إن لم يكن هو ممثلا للدولة السودانية، ولكن بالتأكيد هو يحمل كل ملفات الدولة السودانية يعني، ويمكن أن يعبر عنها، وإن كان لا يريد أن يعبر عنها بشكل رسمي، ولكنه قريب عن صناعة القرارات السودانية، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير كبير جدا في مجريات الأمور. نعم، أشكرك دكتور خليفة شلعي هباني، وهو القيادي في المجلس الأعلى لتنسيقية الوسط، كان معمل القاهرة، شكرا جزيلا. أشير لبعض الصور الحقيقة التي عود إلى غزة مرة أخرى، غارة على حي النصيرات، وهذه صور أولية لثلاثة عشر قتيل. ربما نحن نتابع هذا الموضوع الآن لحي النصيرات، مدرسة في حي النصيرات، هذه ليست المرة الأولى تم فيها استهداف مدرسة، يعني ربما تابعنا كثير من الغارات التي تم استهداف بها عدد كبير من النادر، 13 ضحية حتى الآن. هذه حصيلة أولية دائما، لكن صور معبرة بشكل أو بآخر بأنه يعني الحرب والغارات والعدوان الإسرائيلي مستمر. هذه مدرسة يعني، وبالتالي الضحايا يعني من الأطفال، توقع الأول. مدرسة تؤوي نازحين في حي النصيرات، طبعا أطفال كما نتابع بهذا الشكل. مدرسة كويس انت؟ صدم مش عارف، بشش 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 سيارة هنا شباب. يا ناس فين مصطفى؟ يا
نقرت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسيين غربيين قولهم إنه من الممكن للرئيس الإيراني الجديد عقد سلسلة اتفاقات قد تجنب بلادي أزمات ممكنة، ومشيرين إلى أن الحل المستدام مع إيران ما زال بعيد المنال. الدبلوماسيون الغربيون قالوا أيضا إن فوز سعيد جليلي كان من شأنه أن يضع إيران والغرب على مسار تصادمي، وأوضحوا أن فوزه بمنصب الرئاسة كان سيزيد من شلل سير مفاوضات الاتفاق النووي، معتبرين أن جليلي كان يجسد نهجا غير مرن كونه قدم خطابات أيديولوجية متشددة خلال المفاوضات السابقة. وفي أول تصريح له عقب إعلانه الفوز، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه سيمد اليد لجميع الإيرانيين. وقال بازشكيان في منشور على منصة إكس إن الطريق الصعب لن يكون سهلا إلا برفقة الشعب الإيراني وتعاطفه وثقته، مكررا ما تعهد به بمد يد الصداقة للجميع. هذه الصور مباشرة للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الرئيس الإصلاحي الذي فاز في هذه الانتخابات في الجولة الثانية لهذه الانتخابات، والنسب مهمة، 53 لصالح بازشكيان، 44 لصالح جليلي، هي نسبة مرتفعة في سياق الانتخابات بين متنافسين في جولة ثانية للانتخابات، و 49% كانت نسبة المشاركة. بازشكيان الإصلاحي وزير الصحة، طبيب القلب، الجراح الذي كان وزيرا للصحة في عهد خاتمي والقريب من خاتمي بكل المقاييس، وربما الذي اتخذ شعارا لحملات الانتخابية كان ملفتا، وهناك مقالات تقول أن هذا هو السبب في فوزه، براي إيران أو من أجل إيران، هذا شعار حملته، وكانت أغنية للمغني الإيراني الشهير شروين حاجبور، وهي أغنية بان مقتل محصى أميني كان يرددها الشباب في الشارع، فاتخذها بازشكيان لتكون شعار حملته، وبالتالي ضمن هذا التضامن الكبير من قبل شريحة الشباب والنساء والسيدات في الداخل الإيراني. سؤال كبير جدا، هل يستطيع الرئيس الإيراني أن يغير السياسة الخارجية؟ الإجابة لا، وإنما يستطيع أن يتحرك في الداخل الإيراني في إطار المسموح له داخليا بشكل أو بآخر، في إطار الملابس أو تقليل سطوة شرطة الأداب بشكل أو بآخر. نستمع بعض ما يقول. لكم أيها الشعب ويا أبناء هذا الشعب العظيم، أشكركم شكرا جزيلا، أشكركم شكرا جزيلا أيها الإخوة والأخوات، نصركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة لمسعود بازشكيان الرئيس الفائز في الانتخابات الإيرانية، الانتخابات الاستثنائية، الانتخابات التي أعقبت مقتل إبراهيم رئيسي في حادث طائرة، وبالتالي جاء زمن هذا الانتخابات بشكل أو بآخر مرتبطا بانتخابات أخرى في أمريكا، ونحن أمام شخصية إصلاحية منفتحة ستنعكس على السياسة الخارجية، ليس من قرار الرئيس، وإنما قد يسمح للمرشد الأعلى بأن يترك للرئيس الإصلاحي حرية التحرك، كما ترك لحسن روحاني حرية التحرك في 2017 حينما فاز في مواجهة لإبراهيم رئيسي الذي قتل في حادثة الطائرة أو الذي مات في حادثة الطائرة، وبالتالي الكل ينظر لما يمكن أن يسمح له أن يفعل، وهذا هو التعبير الدقيق جدا، من يسمح للرئيس الإيراني أن يفعله في إطار التعاون مع الجيران والتعاون مع الغرب. طبعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دعا الرئيس الجديد مسعود بازشكيان للاستمرار على نهج سلفه الراحل إبراهيم رئيسي، وشدد خامنئي على أهمية أن يستفيد الرئيس المنتخب من طاقات البلاد العديدة من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد بحسب تعبيره. معي الدكتور نبيل العتوق، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، هو معي من عمان. دكتور نبيل أهلا بك، حتى لا يفرط الكثيرون في الأحلام،
ليس الرجل بيده الكثير كرئيس جمهورية في إطار الصلاحيات، وإنما أنا أسألك عما يسمح له به. يعني في اعتقادك ما كان بازشكيان سينجح لولا موافقة المرشد أو أنه يدخل حتى الانتخابات يعني، وبالتالي ما الذي سيسمح له به في السياسة الخارجية؟ خلينا نبدأ معك السياسة الخارجية. هل أراد المرشد أن يبدأ عهدا انفتاحيا جديدا مع دول الجوار ومع الغرب ومع أمريكا، خصوصا ربما يأتي ترامب وبالتالي سيكون هناك صدمات أكبر؟ مساء الخير دكتور محمود. يعني نعمل ذلك، يعني تفعيل ما يسمى بسياسة تشنج زدائي أو إزالة التوتر مع العالم الخارجي لا سيما مع البيئة الإقليمية. إيران تشترك بجبرية جغرافية مع دول مهمة ومحورية في المنطقة، وللأسف الشديد لديها علاقات صراعية مع هذه الدول من خلال محور ما يسمى بالأزمات الإقليمية وإنشاء الميليشيات وغير ذلك من هذه المواضيع. لكن يعني أنا أقول لك باطمئنان دكتور محمود أنه ربما قد يكون الرئيس الجديد هو أضعف رئيس يأتي في تاريخ إيران، يعني كما نقول في اللهجة عظم طري أو عود طري، لاعتبارات عديدة. الاعتبار الأول هو الاعتبار الشخصي، بحيث أنه بازشكيان لم يشغل أي من المواقع التنفيذية المهمة والحساسة مقارنة بالرؤساء الإصلاحيين الثلاثة حسن روحاني ومحمد خاتمي. يعني إحنا نتحدث عن حسن روحاني، هو شغل موقع أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذا الموقع الحساس ربما أعطاه عمق واتصالات مهمة مع مؤسسات الدولة الصلبة. أيضا الرئيس الجديد ليس من ذوي الثقافتين الدينية والعلمية، بمعنى أنه ليس معمم كشخص مثل محمد خاتمي أو حسن روحاني، واللي كان مدعوم من طيف واسع من رجال الدين ومن بس هذا الأوزان. أفضل أيضا لا، بعتقد في الموضوع الإيراني لا، لأنه التواصل مع هذه المؤسسات مع رجال الدين أحيانا يعطيه عمق وبعد ربما قد يكون جانب شرعي أو جانب ديني، وخاصة أنه دكتور محمود التواصل مع عادة مع الحوزة، لأنه خلفيات وزير الاستخبارات أو وزير الاطلاعات في إيران أو وزير مثل وزير العدل ووزير الداخلية عادة بيكونوا من المعممين، وأيضا ليس لديه تواصل أو علاقات مع مؤسسات الدولة الصلبة كالحرس الثوري الإيراني، وطبعا بحكم المواقع اللي شغلها. يعني كما تفضلت قبل قليل هو نائب في مجلس الشورى لعدة دورات، نائب لوزير الصحة، وزيرا للصحة، وبالتالي هو لم يشغل مواقع متقدمة مكنته من النفوذ والعبور إلى مؤسسات الدولة الصلبة. بعتقد أنه يعني الحدود المسموح هو واضح بالنسبة للرئيس الجديد. يعني المرشد كان واضح في هذا الأمر، تحدث عن أهمية السير واتباع النهج اللي اتبعه إبراهيم رئيسي، على الرغم من أني دائما أنا بقول دكتور محمود أن هنالك لعنة الموقع فيما يتعلق برئاسة الجمهورية. أنت تذكر يعني بازرقان استقال، هروب بني صدر، اغتيال رجائي، مير حسين موسوي تحت الإقامة الجبرية، موت هاشمي رفسنجاني في ظروف غريبة، محمد خاتمي تحت الإقامة الجبرية وممنوع عليه أنه يتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، أحمد نجاد لم يمنح الأهلية، حسن روحاني غياب الثقة، وكان هذا واضح من جانب النظام الإيراني ومؤسسات الإعلامية لوصفته بالجاسوس وغيرها، أيضا سقوط طائرة إبراهيم رئيسي. وبالتالي أنا بقول دائما أنه الموقع رئاسة الجمهورية في إيران هو دائما له ضريبة يجب أن يدفعها هذا الشخص. و يعني وصلت إلى حد تجرؤ الحرس الثوري الإيراني على الرئيس السابق، إذا كنت تذكر دكتور محمود، رحيم صفوي عندما تجرأ على محمد خاتمي وقال أنه سوف يقوم إذا التقى في موقع عام سوف يقوم بقص لسانه في حال أنه امتد لسانه إلى الحديث عن صلاحيات المرشد. فبعتقد أنه سياسة إيران القادمة هي مرهونة بما سوف يرسمه المرشد، مجلس الأمن القومي الأعلى وحكومة الظل في إيران. نعم. لن يكون هنالك تجاوز، وكما ذكرت لك يعني أنا في تقديري أنه هذا أضعف رئيس في إيران، وهذا سوف يكون له ضريبة مهمة من خلال هيمنة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على مقاليد الأمور وانتهاج السياسة السابقة لإبراهيم رئيسي. بشكرك دكتور نبيل توم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك دكتور. استراحة قصيرة، سأعود بعدها لأفتح ملفات الساعة الثانية.